اوكي، مساء الخير. الساعة 11 توقيت القاهرة، معلش نادين متأخر لأن النهاردة أنا كان عندي حاجة مهمة قوي. هستنى دقيقة واحدة أشوف بس لو في حد جاي، ولو مش مشكلة تشوفوه بكرة. بس السبب إن أنا اتأخرت إن كان عندي أحضر محاضرة مهمة قوي لدكتور إبراهيم كريم. اللي معرفش دكتور إبراهيم كريم يدخل على النت ويعرف دكتور إبراهيم كريم، لأن ده راجل مهم جدا جدا جدا، واحنا محظوظين. هو مصري وهو عالمي، عالمي جدا، بقاله سنين بيشتغل في مواضيعه وله كتب كتيرة، و يعني راجل حقيقي لازم نعرف مين هو، خصوصا لو احنا مهتمين قوي بأسرار الكون، بإيه اللي حاصل في الكون، نفهم الكون ازاي. ومش معناه انه احنا في حاجة جدت علينا، لا بالعكس، ده هو جايب العلوم القديمة قوي 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 من الفراعنة ومن الناس، علوم تانية مع علومه اللي هو دكتوراه في الهندسة في الاركيتكتشر، مع علمه القوي في الاركيتكتشر والبنى، مع دراسة الفراعنة كانوا بيبنوا ليه كده، دخل حاجات كتيرة مع بعض، مع علوم اللي بيسموها الداوزنج، او هي ازاي ان الواحد يقدر ببندول يحس باشياء، يعرف اشياء. فهو عامل حاجات كتيرة جدا مع بعض. فالحمد لله الحمد لله، انا درست بايوجيومتري معاه، بس كمان ان هو كل فترة بيعمل محاضرة كبيرة طبعا، لان هو مشغول جدا وبيروح العالم كله، بيلف العالم كله، بيرجع تاني مصر، بيفتكر انه ساكن في حاجة حلوة ليا قريب من بيتي ممكن اتمشاها. ف يعني صراحة انا ما اقدرش اقول ان انا خبيرة في البيوجيومتري، لانه هو علم تقيل وقالوا كذا كتاب وكتب كبيرة، وعشان هو برضو بيدخل في هندسة قوي وفهم قوي الطاقة وفهم قوي، مش بالظبط الطاقة، بس هي الطاقة طبعا، يعني نقول ده علم الاساسي لعلوم الطاقة، بس هو بيدخل في الاشكال وكده. فانا هقول لكم شويه عن البايوجيومتري على قد ما اعرف، وهقول لكم ليه، سوري، ليه هو مهم نعرف شويه، ليه يعني مش مطالبين نعرف قوي لان زي ما بيقولوا علم تقيل، ولكن ليه المهم ان احنا على الاقل نطلع، ندخل على الويب سايت نقرا نسمع له. طبعا في فيديوهات كتيره جدا بالعربي وبالانجليزي نقدر نسمع له ونفهم منه، له مدربين كتير تابعوا في كل العالم دلوقتي، في اليابان وفي أمريكا وفي كندا وفي أوروبا وكده. ف ليه مهم إن احنا على الأقل نطلع شوية ونسمع شوية، نفتح مداركنا، نفهم شوية. وزي ما هو بيقول، حتى لو الواحد ما فهمش اللي بيتقال قوي، في بذرة بتتحط في السب كونشس، في العقل اللاواعي، وبتبتدي تشتغل. فأنا محتاج أفهم شوية، فالبذرة دي يعني ايه، بتتزرع وبتبتدي تنبت، وسبحان الله بتبتدي بقى تقابل حاجة، تلاقي حاجة على النت، تجيلك حاجة على الفيسبوك، فانت بتحاول تفهمها هي برضو، ومعلومة جنب معلومة جنب معلومة، بيبتدي يتفهم الموضوع شوية. اوكي، سو ايه هو البيوجيومتري؟ بيوجيومتري هم لهم ويب سايت جميلة جدا بتشرح حاجات كتير، بس بيوجيومتري هو ساينس لأشياء يمكن العالم العلمي قوي ما كانش راضي يبص عليها، لأن العالم الساينس قوي سايب حتة كبيرة جدا، حاجات اللي ما كانوش عارفين يقيسوها عملوا نفسهم مش شايفينها. فالحاجات اللي كانت بتحصل ما فيش شرح ليها، واحد وواحد زائد اتنين ايه يبقى اتنين، ما بيبصوش عليها، مش عايزين يبصوا عليها. فده الساينس. وعلى قوله هو اللي بيقول انا ساينس، انا جاي من المنطقة دي، لكن ده مش كافي، لان كلمة ساينس مش معناها بس اللي انا اقدر اقيسه بالطريقة اللي انا عارفها، لان هي ممكن اكون انا دلوقتي مش عارفة اقيسه، بس هو يقاس زي ما هو اشتغل على حاجات كده. فهي العلم الساينس على تعريف دكتور ابراهيم هو علم الابزرفيشن، ان الواحد يشوف حاجة وابزرف ات، هو ده العلم، هو ده الساينس، هو ده ليه بيحصل كده، وابتدي اتساءل بقى، ممكن ما الاقيش الرد، بس ابتدي ان بس في observation، في ملاحظة لموقف معين او تصرف معين او احداث معينة بتحصل من حاجات معينة جنب بعض.
فمثلا في البايوجيومتري من الحاجات اللي اتعلمناها ان هو لما لما ابتدى يفهم الكون اكتر وكده وايه اللي بيحصل، هو لقى انه قاس حتت كتير جدا. كل الاماكن اللي فيها عباده سيكريد في العالم كله من ايام الفراعنه، ليه نروح بقى في اوروبا الكنايس، نروح في الهند المعابد، كلهم عندهم طاقه نوع معين، كلهم بالفطره اللي بنوهم كانوا لما بينقوا حته الارض اللي يبنوا عليها كانوا بيحسوها، كانوا بيحسوها او كانوا بيقيسوها. ايام الفراعنه كانوا بيقيسوها، وفي حاجات تانية يعني، هي دي علم اللي هو بيسموه الداوزنج او البندول، لما زي بتشوفوه على شكل بندول وبتشوفوه في صور كتير للفراعنه، بالذات انا متحيزه قوي للفراعنه طبعا، واسمي فرعوني فقصه كبيره، بنشوفه كتير في الحاجات اللي هم ماسكينها، يعني الحاجه اللي بيمسكوها دي في ايديهم كتير في الرسومات كده، عصاية دي وكتير قوي ماسكين الأنخ مش عارفة اللي هي شبه الصليب بس هي مفتاح الحياة في ايدهم، هما بيقيسوا بده وماسكين دي. فالصورة دي بتقول لنا ان هما كانوا فاهمين، ومش بس ده اللي بيقول لنا، لما بنقيس الهرم وبنقيس حاجات كتيرة قوي بنلاقي الطاقة مظبوطة فيه، تعاملات مع الطاقة مظبوطة فيه. فمثلا طاقة الأهرام ان هي تحفظ الموميات، طاقة الاهرام معمولة تحفظ الموميا، فعلا تحفظ الموميا، طريقة ما الطاقة بتتعامل جوه. قصة الطاقة بقى كبيرة جدا، وده اللي بايوجيومتري حاول يحطه. هو بيقولك لغة الاشكال، الالوان، الصوت طبعا، الحركة والويفز. وعايزه اقول لكم حاجه، اصلا فاكره لما كان اول محاضره اتكلمنا فيها على تسلا وقال لو فهمنا الفريكونسيز هنفهم الكون، الصوت اصلا بعد كده يعني يترجم الى لون، كل فريكونسي لها لون. عشان كده الشاكرات ما هي الا مكان، انا عارفه ان النهارده تقيل شويه، مكان الطاقه بتدخل وتطلع منه، الشاكرات او بيسموه اللطائف بالعربي. فعندنا اساسي بيقولوا 7 بس هم اكتر بكتير، هنقول 7 8، في ناس تقول 8 عشان في واحده هنا فوق، ولكن هنقول كده. كل واحده منهم لها لون، الاحمر، الاورنج، الاصفر، الاخضر، التركواز، الموف الفاتح، الغامق سوري، بعد الموف الفاتح. فهو الساوندز برضو يعني الصوت، انا عايزه اقول لكم الكون ايه بقى، سر الكون ايه، ان كل الحاجات دي مرتبطه ببعض، الويفز اللي بيسموها الفريكونسي او الفريكونسي، التردد او الموجه، والالوان الصوت واللون، والاشكال. دكتور ابراهيم بيركز على الاشكال كمان، بتحدد الطاقه بتتحرك ازاي، او الطاقه لها تأثير ازاي، وعارف يعمل حاجات كتيرة جدا مهمة جدا جدا. عارف يعمل، الاول عايز اتكلم يعني هو ايه الهدف، الهدف ان احنا نرتاح ويحصل توازن ويحصل تناغم جوانا، لان كتير قوي لو لو انا مثلا نفترض حد بنى البيت مش مظبوط، ممكن افضل على طول تعبان ومش فاهم ليه. وزمان كان يقولوا ده عتبة وعتبة، ما هو العتبة وعتبة ممكن تترجم انه البيت التاني ده ما كانش مريح ابدا، فطاقته كانت ملخبطاني على طول، مشتتاني، تعباني، كمان تعباني جسديا، لانه كمان دكتور ابراهيم دخل في خطوط غير مرئيه تحت الارض طبعا، هي خطوط كهربائيه مغناطيسيه يعني بمختلفه، لو احنا نايمين على خط مش مظبوط او سريرنا محطوط في اتجاهات مش مظبوطه، احنا بنفضل ممكن نعيا، ممكن نبقى تعبانين على طول، ممكن ما بننامش على طول، حاجات تبان يعني ممكن تتحل ببساطه لو فهمنا العلوم دي. عشان كده بقول مهم نقرا فيها، مهم خصوصا لو عندنا مشاكل معينه. طب ما انا يمكن اقدر احل مشكله الارق ده بان انا افهم ايه اللي حصل في طاقه البيت، ايه اللي حصل في طاقه الاوضه، هل حبيت ههد البيت، هل هغير كل حاجه، هل هسيب البيت. لا، هو بيحل الحاجات، لو تدخلوا تقروا شويه او تدرسوا معاه بيحل الحاجات بحاجات بسيطه قوي، بيعدل شكل مثلا الاوضه، الحيطان، بان يحط حاجه صغننه قوي في زاويه، او بيحطوا الوان ستيكرز كده صغننه خالص في اوض بطرق معينه،
بحيث انه يتغير، احنا قلنا الالوان هي زي الصوت زي الفريكونسيز، يغير الطاقه وابتدي تعامل الطاقه في الاوضه. اوكي، طبعا هو عمل ابحاث كتيره قوي في كل، طبعا عشان هو دكتوراه وكده، الابحاث دي بتتعامل مع جامعات وحاجات كبيره عشان كمان تتراقب وتنزل. ففي ابحاث اتعملت على حيوانات وما ادوهمش ادويه، كم الادويه او الحاجات اللي بيدوها لهم دي والتطعيمات، وكمان الانتاجيه زادت. في حاجات اتعملت على زراعه، في حاجات اتعملت يعني في سويسرا انا فاكره كويس جدا، اتعملت على البقر واللبن، طبعا مهم قوي عندهم البقر واللبن وكده. ولما جات التليفونات وحاجات التليفونات الموبايل بالذات، حصل مشكله كبيره جدا للانتاجيه، والحيوانات ابتدت تضعف وتموت. فهو راح وساعدهم وخد جايزه كبيره من البلديه، ويعني حاجات كتيره حصلت، ومش هقدر انا اتكلم على كل، انا مش حافظ كل انجازاته، بس هو حاجات كتيره قوي كمان في مصر وغير مصر. اشتغل على الولاد اللي هم عندهم اوتيزم بشكل معين، هرمي معين، وده ساعد الولاد تهدى. فاحنا بنتكلم في حاجة كبيرة قوي. طيب ايه اهميته لينا بقى احنا ناس عاديين؟ طبعا زي ما انا قلت ان احنا ممكن نكون بنعاني من اشياء معينة ومش فاهمين ليه، فممكن محتاجين نغير او نعمل حاجة في اللون اللي في الأوضة. برضو مش بقول لازم اروح ادهن الأوضة كلها، لا، ان انا افهم بس ايه اللي حاصل واحط الوان، حاجات صغيره من الالوان، او احط حاجه بتكسر زاويه معينه. وزي ما كل شويه اعمل لكم كده، حاجات صغيره جدا بتتحط بس بتكسر الزاويه، فالطاقه بتتعامل بطريقه تانية. للاشخاص بنلبس حاجات معينه، عنده حاجه اسمها الال كذا وال كذا، شيبس معينه او اشكال معينه بتخلي الطاقه اللي بتاعتنا احنا بقى الشخصيه تتعامل معانا بطريقه تانية، ده يحمينا كتير قوي. فاهم حاجه انا ليه جايبت ده وقررت اتكلم النهارده عن ده في سر الكون؟ ان احنا عايزين نغير من حياتنا، عايزين نحسن حياتنا، عايزين نحسن صحتنا، يبقى نبتدي نفهم التولز او الادوات اللي احنا ما كناش بيقولوا لنا عليها، الادوات اللي يمكن البني ادمين كتير ما يعرفوش عنها، الادوات اللي ممكن يكونوا بيخبوها، عشان لو الناس ابتدت تعرف انها تقدر تساعد نفسها كتير، ممكن قوي ما يلجأوش لكم الطب اللي حاصل ده، او كم الادوية دي وكم العمليات دي. لان يعني طبعا في تجارة ادوية، مش عايزين نتكلم عليهم كتير، دول مش عايزينهم يزعلوا مننا، بس تجارة ادوية مش دايما شريفة. يعني هو الطب اصلا والادوية اصلا كانوا المفروض شرفاء وبس هدفهم الشفاء. الحقيقة ما نقدرش نقول الكلمة دي النهاردة، وطلع منهم هم نفسهم، عشان بس ما نقولش بندعي عليهم، لا، هم نفسهم طلع نفس ناس من جواهم خلصوا معاهم المهن المهمة، أو لسبب ما فاقوا وقالوا يا جماعة اللي حاصل جوه شركات الأدوية بجد يعني نقول حرام. حتى دايما بيحطوهم زي تجار السلاح. أنا يعني معرفش، بس اللي أنا أعرفه إن الأبحاث ما عادتش بالنزاهة زي ما الناس متخيلة، والجهات الرقابية اللي بيقولوا عليها FDA ومش برضو مش بالنزاهة زي ما الناس متخيلة، وابتدت تبان وتتفضح القصة. يعني ابتدت آخر 17 سنين ابتدت ناس بقى اللي كانت مصدقة قوي، لا لا ده FDA، ده FDA لا يمكن، FDA دول بيمضوا برضو، بيمضوا يعني لأنهم بيقبضوا، يعني هنقول ايه بس. والابحاث بيحصل فيها مشاكل جامده جدا جدا. فبعيدا عن القصه دي، فاللي انا عايزه اقوله ان لما احنا خصوصا اللي متابعني بفكر معين، انا عارفه اللي متابعني ما هوش الفكر العادي، لان ده مش، دي مش مواضيع تهم اكتر الناس، وملهاش دعوه بالفلوس او الثقافه، هي ليها دعوه بفطره فاهمه ان في حاجه تانية. فممكن يكون ناس بسيطه جدا بيفهموني من غير ما، يعني تقريبا قبل ما اقول الجمله لما بقابلهم بلاقيهم بيكملوها، يقول لي ايوه مدام اصل كذا، هم فطرتهم فاهمه. فالموضوع ده ملوش دعوه. طبعا لو محتاجين نفهم اكتر ازاي بقى من غير فطره، نحتاج نبقى عندنا نقرا ونثقف نفسنا كده، واحتمال نحتاج نسبه ذكاء معينه عشان نفهم. لكن ان انا افهم ان في طاقه، ان في حاجه، ان في حاجات اكبر من اللي انا شايفاها، لان لما بنكلم الناس البسيطه في اي بلد في العالم، دايما الناس اللي هي صاحبة البلد الانديجينس بيبل
بتلاقيهم يعني لو رحنا النوبيا، لو رحنا أبوريجينز دول اللي هم في أستراليا، لو رحنا في ساوث أمريكا، لو رحنا كلمنا الناس كده دول بتلاقيهم بالفطرة يعرفوا حاجات كتيرة قوي، يحسوا يقولك لا ما تعملهاش دي. وزمان كان برضو بيحصل داوزنج، كانوا يلفوا بالعصاية في الصحراء، عندنا في السعودية وكله، ويقولك هنا في مية احفر هنا. وفي امريكا كانوا بيستعملوها عشان الذهب هنا. والناس يعني في الافلام كنا بنشوف ده، انا بنشوف ده زمان، كنت بحسب ده تأليف، اقول ايه اللي بيعملوه ده، معقوله كان بينفع؟ لا هو بينفع، عشان هو لما كانوا بيعملوا العصايه دي كان بيحصل كونكشن مع فوق، للعلوم اللي فوق، للمعلومات اللي محفوظه، والسب كونشس او العقل اللاواعي بيعمل كونكشن وبيعرف يحس ويقول ايوه هنا في حاجات كتيرة قوي أكبر مننا. وده اللي كنت بقوله، الدكتور كان بيقول إن الساينس هي الأبزرفيشن، اللي هو الملاحظة، نلاحظ الشيء وبعدين نبتدي نبحث وراه هو ليه بيحصل، مش نرفضه عشان احنا مش عارفين نفهمه أو مش متمشي مع عقلنا الشمال. عقلنا الشمال تعبنا جدا، لأن هو مش في حاجة، هو عايز يبقى كل حاجة محسوبة تتحسب وتتبان قوي. وكمان هو معتمد على الخمس سنسز، حواس، مش راضي يعتمد ان في حواس تانية، ان قلبنا بيحس بحاجات، مش راضي يعتمد ده. ودي مشكلة الساينس لغاية النهاردة بالطريقة دي. طبعا اخر 10 15 20 سنة، بس اخر 10 سنين بالذات بصراحة، من 2012 بالذات حصل بريك، حصل عدد الناس اللي ابتدت عادي من الطاقة بقى فوق تيجي للمنطقة دي وتقرا في الحاجة دي، واحنا شايفينها على الانترنت، شايفين الناس اللي بتحضر سيشنز، شايفين الناس اللي بتسأل أسئلة، حصل تغيير. فمن 2012 ابتدت يعني، حتى الناس مثلا ايه، مصر، لا مصر فيها صحوة كبيرة جدا جدا جدا، وشباب وصغيرين وكله كأنه مش محتاج حتى يدرس قوي، يعني يمكن ما عندوش الطرق، لكن الفكر موجود، اللي هو اللي ما تكلمي حد حتى بسيط يقولك اه انا فاهمك، ايوه صح الكلام ده داخل دماغي، وما فيش حاجه يستغربوها. يعني ممكن تقول انا هقول لكم بس اصل انا بعمل يعني كذا، فلاقيها كانهم فاهميني، فده اثبات. ومش انا بس، فالناس بقى تشتغل ريكي، وتشتغل كوانتم تاتش، وتشتغل اي اف تي طبعا اكتر، وتشتغل ماتريكس، لان الناس ابتدت تتفهم ان ايوه ينفع. وناس على كمان عايزه اقول ايه، كان زمان مثلا حد يبقى على درجه علم عالي قوي زي مثلا مهندس دكتوراه ما يتقبلش الكلام ده، يقول لك ايه التخاريف دي، ايه التخاريف دي، ايه الخزعبلات دي. وكنا بنشوف قرايبنا بيقولوا لنا كده، خالنا وعمامنا وكده. خالي انا اول ما دخلت في الكلام ده يقول ايه ده، ايه ده، بتقولي ايه، بتقولي ايه. واعز صديقه ليا قالت لي ميرات انت مخك ضرب خالص، انت بتقولي ايه بس، عشان كنت بقول يا فتي وكده وبيروح، بس هو طبعا غريب ايه اللي بتعمليه ده وبتقول بيروح، انت جننتي اكيد يا ميرات. فاللي عايز اقوله انه حصل تغيير، حصل وعي، وبيحصل. الناس اللي هنا بقى انا قلت ان هم مختلفين وعايزين يعرفوا اكتر، فانتوا هنا معاكم، اهلا بيكم استاذ عدلي، دكتوره هويدا، عيشه، مهجه، اهلا بيكم. ف يمكن ناس تانية وأنا مش واخدة بالي، أنا آسفة لو ما شفتش. فأني واي، فاللي عايزة أقوله أنتوا مهتمين، ادخلوا اقروا شوية على البيوجيومتري. دكتور إبراهيم حاطط حاجات كتيرة جدا على النت، كان بيعمل مقابلات من سنين، معرفش من الثمانينات في مصر، فيديوهاته موجودة، مش سهل يعني. أنا نفسي لما بشوف فيديو أوقات بقعد أرجعه تاني وأرجعه تالت، عايزه القط الكلمه، عايزه القط هو بيقول ايه بالظبط، لان هو برضو عشان علمي قوي اوقات بينط، يعني بيقول حاجه وبعدين بينط، لان هو شايفها من بعيد، شايفها وهو انا متخيل فاهماه كويس، لان انا اوقات عشان ابسط بتعب، فهو بينط كتير. لكن يستاهل. اللي هيفرق معانا ايه في حاجات كتير قوي بقى، ان احنا نبتدي ممكن نظبط بيتنا، نظبط صحتنا، نظبط علاقاتنا، ونفهم الكون بقى اكتر، كمان نفهم الدنيا ماشيه ازاي حقيقي، هو ايه الحكايه دي. ونفهم حاجه مهمه قوي بقى عايزه اتكلم فيها، موضوع الصوت. موضوع الصوت طالما عرفنا ان كله ويفز وكله انرجي وكله بيأثر على كل حاجه، وكله بيأثر على جسمنا، وجسمنا على فكره بقى، هي الموضوع مش بس شاكرات،
الصوت مربوط بقى كل شاكرا لها ويف، وكمان بعد في لون، وبعدين كمان الاعضاء، فممكن قوي صوت معين يبهدل لي عضو او يعالج عضو. فالموضوع كبير جدا، انا مش دارسه كل ده. لكن عايزه اقول ايه، حاجه زي الصوت ممكن اقول لا يمكن هسمع الاغاني البذيئه، لا يمكن هسمع. لو انا سمعت اغنيه وحسيت بعدها انها اتوترت، افهم بقى لا انا الاغنيه دي بتلخبط لي السيستم، انا مش هسمعها تاني، او مش هخلي ولادي يسمعوها تاني. فانا مش عايزه اطلع على موضوع تاني النهارده، بس انا متهيالي ان انتوا فاهمين انا بتكلم على ايه، انه ما ينفعش الاصوات والنغمات او الفريكونسي بتاع الموسيقى بالذات، يعني الساوند الصوت، لازم اخد بالي قوي انا بسمع ايه. يعني نبقى بني ادم واعي. يعني ايه بني ادم واعي؟ يعني واخد باله من كل حاجه، واخد باله من كل حاجه، واخد باله بياكل ايه. طبعا برضو الوان الاكل وكده ليها دعوه، بالكالرز ليها دعوه، كل حاجه ليها فريكونسي. ان انا اشوف تفاحه حمراء دي فريكونسي معينه، لما يدخل جوايا الحاجه اللي فيها احمرار ده فيها فريكونسي جوايا، كل حاجه لها فريكونسي. قصه كبيره جدا، انا مش ملمه بكل ده، يعني انا مش دارسه الحاجات التانية دي قوي، ولكن عارفه انه مركبين مع بعض ازاي، يعني شايفاهم. اوكي، وعلى بالي اوقات اقول انا عايزه دي ادرس دي بقى المره الجايه، انا عايزه ادخل في المجال ده شويه. اوكي، فده اللي عايز اقوله، احنا انسان اوار، احنا انسان واعي، فابتدي ابقى واعي بعمل ايه، ابتدي اتساءل، اسال نفسي، طب واللي انا باكله ده انا باكل لون واحد على طول ليه، او اللي انا بلبسه او نوع الموسيقى بتعمل معايا ايه. طبعا بالطبع احنا عارفين في اغاني تخلينا حزنه، والنغمه دي تحزننا، والنغمه دي تفرحنا، بس ابقى كمان مور اوير، لان في حاجات مش باينه قوي كده لك بتاثر عليا. اوكي انا هشوف بس مكتوب ايه وهقفل، انا عايزه انام كمان، خلصت النهارده يوم طويل، في كل مكان اروحه لازم اذكرك. ربنا يخليكي هوايد، ربنا. هل ينفع الاي اف تي الترقي الذوقي، الترقي الذوق الروحي؟ طبعا ينفع، وهو اصلا بيحسن طبيعي لما بنبتدي ننظف، كأن الروح بتفوق بقى، بيحصل حاجه، ده التطور الطبيعي للحاجه الساقعه زي ما بيقولوا. انا يعني اكتشفت ده معايا، وبعدين شفتها مع اللي بيشتغلوا معايا فتره. فاللي بيحصل واحد بيبدا في حته، وبعدين يبتدي يعمل تابينج وينظف، ويعمل تابينج ويقرا حته ويقرا حاجه، وبعدين يسمع حاجه، وبعدين يسمع حاجه تبعي، وبعدين يسمع حد تاني، وبعدين يلقط حاجة. كل ده مع بعضه ابتدي انا افهم انا مين، لان يعني انا اصلا spiritual، انا اصلا روح، انا مش اصلا جسد، الجسد ده بسيبه، انا اصلا روح ابدية. احنا عارفين ده، مفيش دين بقى يقول لا، يعني عشان ما نبقاش بنخبط في اديان، انا روح ابدية، هو دي قصتي. كوني بقى جيت شكلي في الجسم ده وجيت ست، ده فستان، ده ملبس، ده يعني بعد شويه ببقى هرميه، لكن انا اصلا روح. فانا لازم افهم الحته دي، ما بقاش عايشه. انا كنت لسه بكلم حد وبشرح حاجه جامده قوي، في ناس عايشه في الثلاث شاكرات اللي تحت فقط، حتى ما جوش للقلب يعني هم تحت، وفي ناس عايشه تو ماتش في الفوق قوي، فهي دايما مش سرحانه، بس هي مش مع الناس، مش عارفه تبقى مع الناس، مش عارفه ترتاح مع الناس، مش عارفه تنبسط مع الناس، لان هم فوق في المنطقه دي. ف اتس اوكي، بس المهم نبقى مدركين برضو ان انا مثلا من الناس اللي دايما كده او دايما كده. طب انا عايزه ابقى بالانس، ربنا حاطتني على الارض يبقى انا لازم ابقى بالانس، يبقى حته مني لازم تبقى على الارض، لازم افهم الارض، لازم اعمل جراوندنج، لازم اعمل حاجات كتير. مش النهارده اللي هعمل ده، بس برد على سؤالك يا راويه، ايوه، يساعد كتير جدا الاي اف تي في انك ترتقي روحيا، وده الطريقه من غير ما اشتغل عليه، بالرغم مني يعني، مش لازم اقول بالرغم ان انا مش مرتقيه كفايه روحيا وعايزه ارتقي كده، لان ده ممكن ما يدخلنيش قوي. لكن الطبيعي الشغل، النتيجه بتاعت الشغل بتاع الاي اف تي بعد ما اشيل بقى المشاعر الوحشه دي، احنا قلنا بقى بيحصل حاجات جميله قوي، بيحصل مسامحه رهيبه، بيسهل فهم للناس، بتلاقي نفسك مش عارف تبقى غضبان، مش عارف تبقى زعلان، مش عارف تبقى شايل من الناس، مش عارف تكره، كل لانك ابتديت تشوف نظرة تانية للناس، بقيت تشوف من فوق كروح، هو غلبان انه بيسرقني،
هو غلبان ان بيغشني، هو غلبان ان بيتعامل بالطريقة دي. يعني ما مش بقول هنبقى بيرفكت، بس غير خالص الناس اللي عايشة تحت، والتحت دول حاجات يعني حاجات أرضية قوي، والشهوات وكده، والسرفايفل المعيشة، او ال مش عارفة السرفايفل دي بالعربي ازاي، هنقولها بعد شوية. فاحنا مش تحت، فالناس اللي تحت دي اللي بقى كل حاجة تغضب، وده وحش وده حلو، والراجل ده لازم اقتله، والراجل ده لازم اخد حقي منه. دول اللي قاعدين تحت دول ما هماش مرتقين لفوق، واحنا شغلتنا نرتقي. هي دي كل القصة، دي شغلتنا نرتقي. في اي سؤال تاني؟ لو كده هنخلص النهاردة. فالنهاردة هو ده اللي كنت عايزة اقوله، علم البيوجيومتري نبص فيه، نكبر وعينا شوية، نوسع وعينا شوية، نقرأ شوية، نفهم ان النهاردة الاشكال والاصوات والالوان كل ده مرتبط، الارقام كمان، لان الكون كله ارقام، فهو كله ارقام، كله هندسي، كله هندسي، الكون كله هندسي، الكون كله هندسي. يعني الترتيب الحاجات في السماء، مع كل حاجة تترسم هندسيا. ف لما نفهم ده نفهم أنفسنا أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، وهي من الوعي ده بنرتقي. أوكي، أشوفكم الأسبوع الجاي، لو عندكم أسئلة بعتوها لي. عايزة أقول لكم في حاجتين شغالين حلوين جدا لو أنتوا في مصر، لا في واحدة من غير مصر وواحدة في مصر. اللي في مصر ممكن يحضر معايا 2020 intention circle، دي البرنامج اللي احنا بنحط اهدافنا للسنة دي ونفعلها مع بعض. ابتدينا خلاص، لكن الجلسة مسجلة، اللي عايز يبقى معانا يكلمني، لان الجلسة جاية يوم الثلاث في المعادي 7 ل 9 بالليل. الحاجة التانية اللي عندنا كوانتم الجماعي، كوانتم الجماعي دي جلسات جماعية عن بعد بدون حضوركم تماما، كل اللي عليكم الاشتراك، تتبعت لكم على الايميل، تتبعت لكم على الواتساب، على مواضيع محدده جدا. احنا عندنا مواضيع كتير قوي على الفلوس دلوقتي، بقى لي 2.5 شهر بشتغل على الفلوس، هنتطور ونمشي لحاجات تانية، عن حب نفسنا، حب الذات، الارتياح مع النفس، وبعدين هنشتغل على العلاقات، وبعدين هنشتغل على الصحه، هنشتغل على كله. بس حاليا عندنا كذا جلسه كده. لما تدخلوا بالواتساب هحط لكم اللينك تحت ده، تدخلوا بواتساب، خليكم معانا على الجروب، من الجروب هتعرفوا ايه اللي حاصل، تقدروا تنقوا الجلسه اللي هي مناسبه ليكم، معمول جماعي عشان يبقى سعره مريح، عشان يبقى سعره مريح جدا ليكم. وفي برضو جماعي في نوع من كل حاجه لها فايدتها. انا بحس لما بعمل الجلسه بنيه جماعي مختلفه، مش بقول احسن، مختلفه عن لما بعمل جلسه فرديه، دي حاجه ودي حاجه. فالجماعي ممتاز جدا للي عايز ياخد حاجه جماعي، يخليكم معانا. وانا حاطه النهارده حاجه برضو اظن على الفيسبوك عموما، لانهم جلسات بجد ممتازين، حاجه فرديه مش متواجد منها في العالم، فدي جلسات هتغير من حياتك في حاجات كتيره جدا جدا جدا. اوكي، لو في سؤال برضو اكتبوه وانا هرد عليه، واشوفكم قريبا السبت الجاي ان شاء الله. يا رب يدينا كلنا العمر، وتقولوا لي عملتوا ايه وقريتوا ايه عن دكتور ابراهيم كريم. اهلا بيكم.